بسم الله ما شاء الله، هاي شتات كثفرين والنحل ما شاء الله اقبال عليه جيد، رغم احنا هنا نكافح مكافحة كلش قوية، فيعني ينقتل النحل للأسف. نكافح بسبب الانتشار حشرة العناكب فيروح بها النحل ايضا. يعني هسه قاعد امشي والعطر فواح، طبعا بالهواء تطيك العطر او عن طريق فرك الاوراق. مميزة جدا، مقاومة للحرارة، مزروعة بالبصرة، مزروعة بكل انحاء العراق ما عدا اقليم كردستان ما متأكد من عندها، اما باقي المحافظات كل مكان مقاومة وخير من الله. عندنا كمية نوعا ما جيدة، يعني شوف هاي مكسورة وما ترضى، اجينا احنا كسرناها كملنا عليها. طبعا هذا القلم راح هسه اغرسه وراح ينبت. شجرة مباركة سريعة النمو. هسه العطر بداعة، أوراقها عطرية، أورادها عطرية، كلها عطرية، وحتى أعتقد إلها علاجات طبية، بإمكانكم البحث عنها. كف مريم شجيرة أو شجرة، هي نبتة بالعفو عشبة بالأصل. شو تريد تسويها تسويها، تقدر تنسقها تسويها على شكل الياس ديكورات حدائق، تقدر تسويها شجرة، تقدر تسويها متسلقة، تقدر كل شيء تتحكم بها حسب التربية اللي تريدها أنت وتفضلها. طبعا هاي تجي كجمالية بعد شتلت الجاتروفة، رغم هاي ما قاصرة بالتزهير وبالعطر. طبعا نضطر نقطع المقطع لان اجى ابو الاورو يصيح اورو. تحياتي وسامي الجميع، والله يرزق ابو الاورو وجميع الناس المحتاجة. تحياتي وسلام للجميع.